نروح بقى مباشرة إلى البيان اللي نوهت عنه في بداية الحلقة، واللي كنت امبارح وعدت حضراتكم على الهوا إنه نقوله النهاردة. كان عندنا أسئلة كتيرة جدا يوم السبت في لقائنا مع المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية. جت أسئلة وما لحقناش على الهوا الحقيقة نرد، فلقينا حضراتكم بتتصلوا بينا بعدها وبتقولوا لنا لو سمحتوا كنا مستنيين إجابة سيادة المستشار وما ردش، فنسقت معاه الحقيقة وبعت لنا الرد الرسمي فيما يتعلق بدفعة معاون نيابة إدارية من خريجي 2012. وجاءنا البيان التالي، رد من هيئة النيابة الإدارية على متصلي برنامج صباح دريم، برنامج صباح دريم عناية يعني منى فاروق، فيما يخص التساؤلات الواردة لبرنامجكم المحترم حول دفعة معاون نيابة إدارية من خريج 2012، فإنه يطيب لنا أن نوضح لسيادتكم أنه حتى الآن لم تكتمل الإجراءات الخاصة بها، وسيتم إعلان نتيجتها فور اكتمال تلك الإجراءات، علما بأن الإجراءات الخاصة بتعيين معاون النيابة تشمل الآتي: 1- إجراء المقابلات الشخصية لكافة المتقدمين، 2- التأكد من صحة المستندات المقدمة منهم من شهادات جامعية من جامعات مختلفة ومستندات أخرى، 3- إجراء التحريات على المتقدمين من عدة جهات سيادية حول المتقدم وأسرته وفقا للقانون، علما بأن خريجي 2012 كانوا أجروا المقابلات الشخصية بالفعل وتم الاستيثاق من المستندات المقدمة منهم وباقية لاكتمال التحريات الخاصة بالمرشحين والتي تجريها جهات سيادية. وفور اكتمال التحريات سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين، وتفضلوا بقبول وافر التقدير على ما تبذلونه من جهد في أداء رسالتكم الإعلامية المهنية والمميزة، وخالص تمنياتنا بدوام التميز لبرنامجكم المحترم. مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار محمد سمير. بشكر حضراتكم جزيل الشكر السادة المستشارين والأفاضل المركز الإعلامي وسيادة المستشار محمد سمير هيئة النيابة الإدارية على هذا التواصل الدائم الحقيقة مع المواطنين المصريين ومع جمهور